السلام عليكم. عروسة تقتل زوجها بعد 10 أيام من الزواج وبتقوله أنت مش راجل، ولما أنت مش قد الجواز بتتجوز ليه؟ حذرنا كتير من فرق السن، وكم مرة حذرنا من فرق السن، وكم مرة بنقول إن فرق السن بين الزوج والزوجة ما يزيدش عن 10 سنين. أي راجل لازم ياخد باله إن فرق السن ده يكون لصالحه، وإلا هيقع في مخاطر وهيقع في محظورات كتير هو في غنى عنها. يعني أنت كزوج أو أنت كزوجة لازم نتعلم من أخطاء الغير، عشان لما تبقى جوازة بتتم في 10 أيام 9 أيام جواز والجريمة تحصل في اليوم العاشر، وعريس بيعمل حفلة ويعمل فرح ويعمل عزومات ويقدم ذبايح وأكل وشرب وسهرة وتكاليف، وفي الآخر تنتهي الفرحة بجريمة. الزوج اسمه فوزي، عنده 48 سنة، والعروسة لمياء 22 سنة، يعني الفرق بينهم 26 سنة، من قرية عرب أبو ذكري، مركز أوسنا، محافظة المنوفية. طبعا فوزي راجل غني جدا ومقتدر وبيشتغل تاجر ملابس، واصدقائه وحبايبه قالوا له ان هو لازم يتجوز، ولازم يتجوز واحده تدلعه. انت تتجوز واحده تدلعك بقى وتكون بنت صغيره وتشوف نفسك بقى يا عم، بدل ما انت عايش كده لوحدك ومراتك متوفيه بقى لها 2 أو 3 وعيالك تتجوزهم وتقدر تشتري اي بنت بفلوسك، فلوسك تشتري اي حاجة وتشتري اي حد. بس انت تسمع كلامنا. وطبعا دي اعترافات الزوج برضو، قال ان دول اصدقاء السوء واقنعوني ان انا اتجوز البنت صغيرة عشان يشمتوا فيا ويوصلوني للمرحلة دي لاسباب ما يعني. واهل العروسة طبعا مصدقوا بقى ان هم يلاقوا عريس لبنتهم لمياء بالمواصفات الجميلة دي، راجل غني ومقتدر، الراجل جاي بيقول لهم انا جاي اخد بنتكم ومش عاوز منكم اي جهاز، وهجيب لها الذهب اللي هي عايزاه، وعندي الفيلا وعندي العربيه، ومش عاوز يعني غير شنطه هدومها بس، ولو كمان ما فيش هدوم انا هجيب لها هدوم. طبعا الاهل في الحاله ديت هنا بدورهم كله الزن على الودان امر من السحر، زن على ودان البنت فعلا، و ده راجل عنده فيلا وعربية ولازم توافقي وفلوسه كتير وهينقذنا من الهم اللي احنا فيه وهيرفعنا رفعة جميلة وانت لازم توافقي. والبنت وافقت بالفعل وتم الزواج فعلا وتعمل الفرح على اعلى مستوى. طيب اثناء العلاقة الزوجية بقى في اول يوم جواز، طبعا العريس ما قدرش بالمرة يعني ان هو يكمل او يتم عملية الزواج يعني او العلاقة الحميمية يعني. وطبعا ده نتيجة لفرق السن، وعلاوة على ذلك انه كان انسان مريض بكده. فرق السن 26 سنة بين فوزي ولمياء، يعني حاجة مش صغيرة يعني، مدة مش صغيرة برضو، ده عمر تاني بينهم. وكان دور العروسة بقى في الموقف ده، قالت له لما انت مش راجل بتتجوز ليه؟ وده كان ليلة الدخلة. طيب تاني يوم في الصباحية اهل العروسة جم يزوروها واخواتها وقرايبها وبيهنوها بقى للفرح، وعدى اليوم على كده عادي خالص. تاني يوم برضو حاول الزوج ان هو يتمم العلاقة ولكنه برضو ما قدرش للأسف. وطبعا العروسة كان رد فعلها برضو في اليوم ده انها قالت له انت ما بتعرفش، امال بتتجوز ليه؟ بدأ بعد كده الزوج في لزيارة الدكاترة وياخد علاج بقى ومنشطات جنسية، وبرضو مفيش فايدة. وكل ده استغرق مدة حوالي 7 أيام من بعد الجواز يعني. وفي اليوم الثامن او التاسع تقريبا قالت له انا هروح بيت اهلي، انا ماليش لازمه هنا،
ولو عاوز الاكل والشرب خلاص يعني انت ممكن تشتري خدامة، لكن انا مش جاي عشان اعمل لك اكل وشرب، انا عاوز اعيش حياتي وعايز اتمتع بجوازتي. ولما تتعالج وتبقى راجل وبقى تعالى خدني من بيت اهلي. وفضل الحال ده يومين على كده. طيب لما راجل يسمع كل الكلام ده من مراته هيبقى ايه رد فعله يعني؟ طبعا الزوج ممسكش نفسه وخرج عن السيطرة خالص وقال لها انت كل شوية تقولي لي انت مش راجل، انت مش ما بتعرفش، انت مش راجل، انت ما بتعرفش، انا زهقت وتعبت منك. قام جرى على المطبخ وسحب السكينة وطعنها سبع طعنات في جسمها وتوفت العروسة لمياء بالفعل. بعد كده الزوج هرب في مكان ما يعني، واهل البنت بيسألوا عليها وبيتصلوا بيها ومفيش حد بيرد. اضطروا ان هم يزوروها وبرضو محدش بيرد على الباب، اضطروا لكسر الباب بتاع الشقة وتم اكتشاف الجريمة بالفعل. ولكن من خلال التحريات تم معرفة مكان الزوج الهارب يعني، وتم القبض عليه واعترف بكل تفاصيل الجريمة. ولكن لما سألوه انت ليه بتعمل كده او ليه قتلتها، قال عشان خاطر كانت بتعايرني وبتعايرني بضعفي، وكمان اصحابي هما اللي كانوا عاوزيني ان ارتبط بواحدة صغيرة مع انهم عارفين ان انا كنت مريض جنسيا وعاجز يعني انا اكمال العلاقات دي، وكنت دايما بشتكي لهم من كده، وهم اقنعوني بالفعل ان انا اتجوز عشان يشمتوا فيا وينتقموا مني لسبب معين يعني. كده خلصت حلقتنا، بس عاوزين نقول يعني ان فرق السن ده شيء خطير ومجهد ومتعب للغايه يعني. انت كراجل ما تحطش نفسك في وضع حرج قدام عروستك بالشكل القذر ده، وخاصه لما تكون عروسه طفله بالنسبه لك، دي طفله بالنسبه لك، عيله. وانت كمان ما تحطيش نفسك في وما تحطيش حياتك في وتوافقي على جوازك من راجل قد ابوكي عشان خاطر الفلوس والعز. لله الامر من قبل ومن بعد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.